المطالب ديالنا باختصار شديد هو مراعاة المنهجية التشاركية عند سن أي مقتضيات متعلقة بمهنة المحاماة. هذه المنهجية للأسف لم يتم احترامها لا في المشروع ديال مسودات قانون المهنة، ولا في الإعلان الانفرادي عن الامتحان الأهلية، ولا في المقتضيات الضريبية الجديدة. نحن نريد ونطالب باحترام هذه المنهجية قبل إقرار أي شيء مقتضيات تخص مهنة المحاماة، لأننا أهل الدار وأدرى وأعلم وأعرف بما يصلح وما قد لا يصلح لمهنة المحاماة، طبعا في حوار مع الجهات المسؤولة. نحن لا نرفض الحوار ولم نرفض الحوار، بل الجهات الأخرى هي التي أعلنت بأنه لم يعد هناك مجال للحوار، ولكن مع ذلك فنحن منفتحون. إذا طلب منا الحوار فلا أعتقد بأن المؤسسة المهنية لمهنة المحاماة سترفض الحوار، لأن المحطات الاحتجاجية والنضالية هي ليست غاية في حد ذاتها، هي وسائل لتحقيق هذه المطالب، ولكن هذه المطالب تتحقق من خلال الحوار. وبالتالي فنحن ندعو الجهات سيما وزارة المالية إلى فتح حوار، وقد فتح فعلا، ونحن بصدد يعني جولات من الحوار. نتمنى إن شاء الله أن تثمر نتائج إيجابية تراعي خصوصية مهنة المحاماة وتحقق المطالب وترفع حالة الاحتقان التي يعاني منها قطاع العدالة بصفة عامة. للأسف وزارة العدل السيد الوزير للأسف صرح في لقاء إدائي بأنه لم يعد هناك مجال للحوار مع جمعية هيئات المحامي المغرب، لأننا أصدرنا بيان، وهذا أمر غريب في الحقيقة أن يغلق الحوار بهذه الطريقة. فنتمنى صادقين أن يتم تدخل جهات عليا في الحكومة لتصحيح هذا الوضع ولرفع حالة الاعتقان، لأنها لا تخدم أي طرف داخل منظومة العدالة بل داخل المجتمع. المغرب لا يحتاج إلى تشنجات ولا يحتاج إلى يعني مثل هذه الاحتجاجات، فالوضع لا يحتمل. اليوم عندنا وقفة احتجاجية ضد مشروع المالية لسنة 2023، هذا المشروع الفاشل الذي ترفضه كل هيئات المغرب، والذي يعني يعد مشروعا ميتا رغم منذ بدايته، لأنه فعلا هذا المشروع هذا مس بحصانات الدفاع وباستقلالية مهنة المحاماة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أننا نسمح بتمريره فوق أو تحت أرجلنا، لأن المحاماة هي واحد الرسالة سامية ومهنة حرة مستقلة، لابد من إشراك المحامون ونقابة المحامون في أي مشروع يمس مهنتهم، لأنه إغفالهم والابتعاد عن إشراكهم في مشاريع القوانين التي تمس مهنتهم فيه ضرب أساسي لحصانة الدفاع ولاستقلالية المحاماة. مهنة المحاماة ستبقى وستظل وستعيش دائما مهنة حرة مستقلة. تنزيلا وتفعيلا لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المتخذ بتاريخ 27/10/2022، والذي أكده البيان اللاحق بتاريخ الأمس 31/10/2022،
والذي قرر تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية الأولية، وأسطر على الأولية، المحامون عبر مؤسساتهم المهنية وعبر إطارهم التاريخي جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم ولن يكونوا أبدا ضد التحاق أبناء الشعب بمهنة المحاماة. مهنة المحاماة مهنة حرة مفتوحة أمام كل أبناء الشعب متى توفرت لهم الشروط القانونية للالتحاق بها. مؤاخذاتنا وملاحظاتنا هي على منهجية إعلان عن الامتحان. نؤكد بداية ونرفع القبعة لعموم الزميلات والزملاء الذين شاركوا بكثافة في عموم المغرب وعلى وجه الخصوص في مدينة طنجة في هذه الوقفة التي دعت لها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي دعت في جعل هذا اليوم يوم يعني نضالي ويوم غضب على القرارات الانفرادية التي صدرت على مجموعة من المؤسسات ومنها على وجه الخصوص يعني وزارة العدل ممثلة في السيد وهبي بخروج يعني مسودة قانون المهنة الذي نعتبره على انه اجحاف في حق المحامون وتبعته يعني المقتضيات الضريبيه الموجوده في قانون الميزانيه او ميزانيه 2023. هذه المقتضيات التي كما قلنا تعتبر مجحفه في حق المحامون وتمت صياغتها بشكل منفرد.